انت يعني بالنسبه للمحافظ اختي عندنا المحفظه هذه ديال السبليون ماشي ديال شينوا كدير 170 درهم اوريجينال. كاين المحفظه عندك؟ كاينه حاجه، كاينه واحده اخرى ديال السبليون كيحسبوها غير 25 فرنك ديال الكروسه، وعندي بلا كروسه كتستعملها ب 150 درهم. 150 درهم هذه ديال 40 درهم بوحدها، ديال بالنسبه لي ساندويش عندي هذه 3 بياس دايره 150 درهم. 150 درهم 80 درهم كاين عندنا داك الشيء، غير هو بالنسبه للصغار حاج كاين حساب الطايات درهم ثمن مناسب. اي حاجه ناقص منها 10 5 درهم كطيح، كتبدا من 40 كتسالي في 270. هذه هي ديال اللي 270، هذه 150 درهم 3 بياس. هذا ما كان كنديروا شحال هكا ديال 5 ديال 150 كنبيعوها ب 180 درهم. كاين الناس كانوا بسطاء هذه كنتعاونوا معاهم فهمتيني، شي كيخلص على شي. هي بالنسبه غنبيعوا واحد 3600، عنده واحد ما عندوش كنحسبوا له ب 3000 ريال وغنديو معاه 10 درهم ضروري. حشابين حنا شعبيين، حنا شعبيين وكعز عندنا الدراوش ضروري غنتعاملوا معاهم بالطريقه. كاين الثوب لا ما كاينش الانواع، كاين موديل ديال شينوا، كاين موديل ديال السبليون. ديال السبليون زوين ما تقطعوش السناسال، هذه ديال شينوا ضروري خاصك ما كل مره عند الخيار، خاصك تشريها وديها تعاوديها عند الخيار. السبليون حاجه ممتازه. انا اللي كنستعمل كنستعمل السلعه ديال السبليون، وكنجيب السلعه ديال شينوا على اساس الناس الدراوش كيقول لك لا ما نقدش نخلص هذاك الثمن. هي الفرق اللي عندنا بين الناس ديالنا هنا الشعب اللي كيتقدي كليا اللي كيتقداو عندنا ما كيبغيوش السلعه ديال شينوا. اما بالنسبه اللي غير دايز مسكين ولا معدو ولا تشوف البلاد وهادي ما كيختارش، يبان ليه غير هو كيبان ليه غير الثمن يكون ناقص شويه وصافي. لا اقبال تبارك الله وسطان بكاين غير حتى هاد الايامات بعدش كتبدا الخدمه، اما الايامات الاخرى كيكون حتى شي حاجه. هاد الايامات كتسال ان شاء الله كتحرك الخدمه عندنا. اثمنه مناسبه جد مناسبه عندنا حنا، اثمنه اختي خياليه راه ما كايناش حتى في غتمشي للمكتبه غتلقاي ضروري يزيد عليك السيلو مثلا كنبيعوهم ب 30 ريال كيبيعوهم مول جوج دراهم، هذه كنبيعها مثلا ب 1000 فرانك كيبيعوها ب 260. اي حاجه كاين بزاف د الحوايج عندي انا، عندي الكشوبه عندي اي حاجه كاينه هنا. الدفاتير الغلافات بالنسبه للشكاير بالنسبه للشي ديال السيلوات بيكار طباشير قومة سبورا الفلتر مقص سكوتش اي هادشي تيكون عليه اقبال بزاف. انواع ديال المحافظ اكثر هي كتمشى لنا هذه ديال 270 درهم كروسه، كتمشى لنا هذه كاين اللي كيبغي يديها 3 بياس كنقولوا له عندنا غير عندنا بغيتي تاخذ بياسه خذها، بغيتي تاخذ جوج بياسات خذهم. دابا هذه هي مثلا وهذا كنحسبهم لهم غير ب 100 درهم كنحيدوا لهم هذيك كنحيدو على 100 درهم وكنبيع هادي ب 40 درهم بحال كنحاول نقاد غير الثمن ديالها واخا نضيع فيها الفرنك ولا 100 ريال.